مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البعد الآخر. الدعوة لله بين الترقيب والترهيب هو موضوع حلقتنا اليوم في البعد الآخر. في معيتنا الأستاذ الداعية مزمل الفقيري. مرحبا بك يا أستاذ مزمل. مرحبا بكم، والتحية قبل التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع الإخوة والأخوات المشاهدين من الداخل والخارج، جزاكم الله خير. أستاذ مزمل مرحبا بك مرة ثانية وسعيدين بوجودك معنا في البعد الآخر. الدعوة بين الترقيب والترهيب موضوع طرق كثيرة في الإعلام. في حلقتنا الليلة مشاهدينا الكرام نبحث عن أبعاد أخرى لهذا الموضوع انطلاقا من تعريفنا للدعوة. ماذا نعني بالدعوة؟ الدعوة هي إيصال الخير للناس تحت قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة هي سبيل الأنبياء والرسل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الفقهاء: لا عمل أفضل من الدعوة إلى الله، ولا عامل أفضل من الداعي إلى الله عز وجل، لأن ربنا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أكيد ما في زول أحسن من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن في تقديمنا لك قلنا داعي. الداعي هو منو؟ مواصفاته شنو؟ مؤهلاته ذاته شنو عشان نقول عن الداعي؟ وليس ممكن يحتل المنبر ويبقى داعي. الداعي أولا عليه أن يعني يكون عنده سلاح يدعو به الناس إلى الخير ويحارب به الباطل والشر. ده أول صفة في الداعية، وهذا السلاح هو العلم النافع، الكتاب والسنة. ربنا قال: وقل رب زدني علما. وثانيا من صفات الداعية أن يعلم المهمات في الأمور، وأهم شيء في الدعوة يعني يبدأ بالأهم فالمهم، ما يكون زول شغال ساكت في سفاسف الأمور يبدأ بها. أهم شيء في الإسلام أن يبدأ بتصحيح العقيدة ونشر التوحيد ومحاربة الشرك. والدليل على كلام ده ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فبدأ أول حاجة بالتوحيد. ابن حجر عليه رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: رتب له هنا أولويات الدعوة. أول شيء قال له: فمرهم إلى أن يوحدوا الله. يعني إذا وحدوا تمام بعدك وريهم الصلاة، بعدك وريهم الزكاة. إذا ما وحدوا تمام ما توريهم الصلاة ولا الزكاة. لأن في كثير من الجماعات والأحزاب والدعاة عموما في الساحة الواحد ما يعرف يبدأ من وين. يبدأ من هنا، من توحيد الله سبحانه وتعالى. في دعاء الواحد يبدأ بالدعوة إلى مثلا مهاجمة الحاكم، أو الدعوة إلى السياسة، أو الدعوة إلى فضائل الأعمال، زي بعض الجماعات اللي بتخرج المساجد وتجي من باكستان ومن الهند وين فبتدعو الناس لفضائل الأعمال قبل التوحيد. وكذلك في بعض الدعاة منابرهم ومساجدهم كلها مهاجمة للحكام والحكومات والأمور السياسية. نحن بنقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعون إليه إلى يوحد الله. ده أول حاجة في الدين، ودي مهمة الرسل كلهم. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأي رسول جاء أول حاجة لتقرير التوحيد ومحاربة الشرك. ربنا قال: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فده أول واجب. الداعي إذا داير يبقى ناجح، والجماعة إذا دار تبقى ناجحة أيا كانت، تدعو أول حاجة إلى التوحيد ومحاربة الشرك في عبادة الله عز وجل. طيب الدين الإسلامي يحتاج لجماعات وفرق، شايفينها كثيرة دي. يعني إحنا هسه محتاجين يكون عندنا مئات الجماعات وعشرات الجماعات الآن موجودة في الساحة. هل إحنا محتاجين في الإسلام عشان يكون عندنا مجموعات وجماعات قدر دي؟ وين الجماعة والفرقة الناجية؟ يعني دول كلهم واحد شاف الثاني ما
ما صح. الصح وين؟ أول حاجة كل هذه الأحزاب والفرق والطرق والجماعات في ميزان الإسلام محرمة، أنا بكون معك صريح جدا ومع سادة المشاهدين. الدليل على تحريمها القرآن، ربنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وربنا سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالله قال ما تتفرقوا. فأي زول سمى نفسه جماعة كذا، حزب كذا، الطريقة الفلانية، الجماعة الفلانية، ده طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وأنا اللي قدامك ده وانتمي لأي جماعة. هاي طيب ما كلامك ده كويس، عرفنا الأحزاب ده السياسة، لكن نحن بنتكلم في الدين. ده الليلة تمشي في الشارع لافتة جماعة كده، بعد شوية فرقة كده، الكلام ده أجابه شو؟ أجابه متابعة اليهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من رواية عبد الله بن عمرو وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود، شوف ذي قبلي النصارى وقبل الإسلام، إلى 71 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى اللي تابعوا كمان اليهود إلى 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة اللي تابعوا اليهود والنصارى، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا بحر ضب اللي دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالسبب متابعة اليهود والنصارى، الإسلام ما فيه تفرق. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليه الناس عملت أحزاب وجماعات وطرق؟ من وين الكلام؟ الكلام محرم في شريعة الإسلام. يفتكروا أنه ده أسهل طريقة للدعوة، يعني أنا أقول مسمي لي جماعة واشتغل بيها وادعي الناس. الكلام ده بيقودني لسؤال، ليه ما تتفق الطرق والجماعات دي في معون واحد أو قالب واحد وتتوحد الوسائل للدعوة؟ هي ما هتتفق لأن هي اتفرقت أصلا. هم الإسلام ده واحد، ربنا قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، هم قام فرتبوا الإسلام دي جماعة الأخوان المسلمين، جماعة أنصار السنة، دي جماعة التجانية، دي السمانية، دي ما بعرفوا شنو، دي شنو، فرقوا الإسلام هم. وأنا بتكلم عن الفرق الإسلامية، مش العلمانية ولا يسارية، دي فرقوا الإسلام هم، براهم افترقوا. يبقى يتفقوا كيف ده واحد. اثنين، ما هتتفق كل هذه الجماعات إلا إذا اتفقت في المنهج وفي العقيدة. إذا كان منها من يدعو إلى غير الله، منها من يعبد شيخه، منها من يقدم كلام رئيس الحزب على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في واحد يقول عذاب القبر ما في، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن عذاب القبر حق، إذا كان زول بيقول عيسى ما نازل وده الترابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فإذا كان الناس بيتابعوا كلام رئيس الحزب والطريقة أكثر من كلام الله ورسوله، كيف يتفقوا؟ طيب خلينا نمشي للصراعات الناشئة دي، نحن نعزيها لشنو؟ هل هي أهواء دنيا أم تفسير مختلف لنصوص وآيات وأحاديث قرآنية ونبوية؟ كل هذه الأسباب منها أهواء دنيا وحظوظ، حظوظ نفسية وشيطانية، وده داري ياكل وده داري يحجز له كرسي مقعد معين في برلمان أو في سياسة أو في غيره، ده داري له جاه وسلطة ومكان عند الناس، ده داري يصرف وجوه الناس إليه، ده داري يفسر القرآن هو ما أهل لتفسيره، ما أهل لتفسير القرآن أصلا، ولا عنده علاقة بالكتاب والسنة زي ما حنعرف إن شاء الله في هذه الحلقة. مبادرات طرحت قبل فترة لتوحيد أهل القبلة، مستقبل المبادرة دي أو المبادرات اللي انطلعت في الفترة الفاتحة لتوحيد أهل القبلة، هل ممكن يوم من أيام نشهد توحيد لأهل القبلة؟ شكل المبادرات الطرحت كلها وأنا متابعها في الساحة فاشلة ولن تنجح، لأنه أنت ما حتقدر توحد الناس إلا على دين واحد وعقيدة واحدة. ما ممكن أنا أعزمهم عشاء في قاعة معينة وأقول الوحدة الإسلامية أو مشروع كذا أو توحيد أهل القبلة، ويجد عشو ويمص يدينهم بعد الأكل ويشربوا جبن أو شاي ويزيد السكر وقلل السكر ويتخارجوا، ده توحيد بتاع صفرة وليس توحيد بتاع دين. توحيد الدين الناس تعبد الله، ربنا قال يا أهل الكتاب تعالوا، دي الآية بتوحد الناس، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
تعالوا، أقول لكل الجماعة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. إذا كان في ناس بيقولوا غير الله بنى السماء، ده أنا أتوحد معه كيف؟ دي أمثلة. إذا كان في ناس بيقولوا غير الله بيعلم الغيب، فكيف أنا أتوحد معه؟ كيف أتوحد معه؟ أستاذ مزمل، نحن متواصلين في حلقتنا من البعد الآخر، الدعوة إلى الله بين الترقيب والترهيب. فاصل إعلان قصير ونرجع لكم من جديد مشاهدينا الكرام، أنا أسمح أن تبقوا معنا لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، الدعوة إلى الله بين الترقيب والترهيب. معنا دخل الاستوديو الأستاذ الداعية مزمل فقيري، مرحبا بك من جديد أستاذ مزمل. جزاكم الله خير، مرحبا بكم جميعا. أنت سلفي؟ سلفي نعم. والسلفيين والتشدد كلمتان يلتصقان بعضهم البعض، أنتم متشددين ليه؟ وليه ما شغالين بأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ نحن ما متشددين أبدا. نعم. السلفية هي الكتاب والسنة بفهم السلف، والسلف هم الصحابة الذين درسوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لهؤلاء يكونوا متشددين، والتابعين وتابع التابعين، والثلاثة قرون دي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. فنحن ما متشددين، إنما نحاول نكون متمسكين بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والتهمة دي صح عامة الناس بيقولوها، لكن وإن الدعاوى إذا لم تقم على بينات فأصحابها أدعياهم. نحن دارين الناس الليلة يقولوا إحنا متشددين في شنو؟ في شنو مثلا؟ أنا أقول لك نعم. أنتم بتكفروا المجتمع، أنتم بتدعموا الحركات الإرهابية، أنتم بتزودون بالمال بالسلاح بالكادر البشري بغيره. الالتصاق بين الإرهاب والجماعات السلفية، لا ديل ما نحن، ديل ما أنتم. أيوة نحن نحن بنرد، أكثر ناس بفضل الله ما بفضلنا نحن، أكثر ناس بنرد على ناس داعش، وبنرد على التكفيرين والجماعات الإرهابية كالسرورية والإخوان المسلمين وغيرها، دي هي اللي بتكفر المجتمع. وكل الجماعات المشددة اللي انت ذكرتها يا دكتور وبتكفر المجتمع وتعمل إرهاب وتقتل المسلمين وتفجر وتسوي، دي أصلا ما من السلفين، دي من جماعات الإخوان المسلمين، من كتب سيقط ككتاب، أنا بدي كلام بوثائق، ككتاب معالم في الطريق الصفحة 120 ل 125 سيد قطب يقول كل المسلمين كفار، صفحة كم؟ 120 ل 125، وبيقول بعد ذاك إن طريقنا ليست مفروشة بالورود، وإنما مفروشة بالدماء والجماجم والقتل إلى آخره. عشان كده طلعت جماعة شكر مصطفى وغيره قتلت الناس وكفرتهم. كده خلينا من التاريخ، أنا بتكلم في الواقع الآن، أي زول بشاهدنا الآن رابط في ذهنه السلفيين دقن طويلة ماشيين يفجروا روحهم في واحدة من السفارات، بعد شوية بنلقى زي ما مرتبط بأسان بعض الناس إنه والله بعد شوية حنلقى سلفيين داخل السودان يفجروا أيا كان الموقع الممكن يفجروا. أنتوا ليه بتفجروا؟ ديل ما نحن، ديل أصلا منشقين من جماعات الأخوان المسلمين. والله السلفيين المسلمين معتدل، نعم. تنظيم القاعدة أخوان المسلمين، داعش أبو بكر البغدادي واحد من الأخوان المسلمين، باعتراف القرضاوي أحد زعامات الأخوان المسلمين قال البغدادي ده من الأخوان المسلمين، من تنظيم يعني الأخوان المسلمين. أنتوا سلفيين ما عندكم مرهابين؟ لا لا لا، نحن البرود على الإرهابيين. وآخر محاضرة كبرى عملناها في قاعة الصداقة القاعة الرئاسية عن داعش، في حين إنه كان كل الجماعات ومعظم الشيوخ خايفين من الكلام في داعش. واحد شيخ سأله في منطقة مناطق السودان عنده درس، فقام قدموا له استفتاء، قال له رأيك شنو في داعش؟ قال السؤال ده ما بقدر أجاوب عليه. فنحن في ظل تخوف الجماعات من الجماعات الإرهابية ومن داعش وغيره، ونحن ردينا على داعش. أنت ولكل السلفيين؟ أنا سلفي بتكلم عن نفسي. بتكلم عن نفسك، أنا بتكلم عن مجموعات سلفية وجماعات سلفية. زي شنو مثلا؟ تتبنى. زي شنو مثلا؟ خطوط إرهابية. زي شنو مثلا؟ ما نعرف نسميه. نحن أنا بتكلم في فكرة عام. لكن لا أنا بتكلم في فكرة عام، إنه السلفيين مرتبطين، بعض السلفيين مرتبطين بالمجموعات. لا ديل ما سلفي. ديل ما سلفي. الجماعات السرورية، الجماعة عبد الحي، جماعة غيره، جماعة الأخوان المسلمين، ديل ما سلفيين. كيف سلفيين؟ ما سلفيين. يصنفون إنهم سلفيين؟ لا ما سلفيين، ديل أخوان مسلمين. في نظر المجتمع إنهم سلفيين. نظر المجتمع شيء، وحكم الدين شيء آخر. دي ما سلفين. السلفية تدعو إلى توحيد الله وعدم الإشراك، وتدعو إلى رجوع الناس إلى الدين الصحيح بكلياته، صلاة صيام زكاة حج بر والدين إلى آخره. لكن أساس الدين التوحيد وعدم الإشراك للسلفية. طيب. خلاص. ولينا أكثر ناس بالناظر الجماعات التكفيرية دي، أكثر ناس. ما عندك زول بيمشي الفجر؟ السلفيين. سلفيين. ما سلفي. حتى لو قال أنا سلفي. هي ما شعار. اللي بيفجروا ذي أصلا خوارج. لا. خلاص بينتموا لجماعة الأخوان المسلمين، الفكرة حقت الأخوان المسلمين طالعة من كتب سيد قطب وغيره.
كويس، هي معلومه جديده انه السلفيين بعيدين من الارهابيين، لانه انا افتكر بعض المشاهدين يتقاسمون الراي بانه المفهوم المغلوط لانه السلفيين هم ملتصق بهم تهمه الارهاب. انا اللي قدامك دي الجماعات اللي بتذكرها دي الثرويه وغيرهم مكثرين ومرسلين رسائل بتاع التهديد كثيره جدا يعني، لانه بناظرهم وبردهم من الحق والصواب يعني. انت بتقسم التوحيد لثلاثه، هل ده من الدين؟ ده من الدين. ربنا قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فزي ما العلماء استنبطوا قواعد اركان للصلاه وشروط للصلاه واجبات وسنن ومستحبات وكذلك للحج وكذلك للزكاه والصيام كذلك العقيده، فاستنبطوا الكلام ده من نص القران كقوله تعالى مثلا في سوره الفاتحه والجميع يحفظها الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ده توحيد الربوبيه. الرحمن الرحيم هذان اسمان وصفتان من أسماء الله وصفاته، ده توحيد الأسماء والصفات. إلى أن قال إياك نعبد وإياك نستعين قوله تعالى، ده توحيد الألوهية اللي هو إفراد الله بالعبادة. نعم، وذكر كلام ده الإمام الطحاوي والإمام الطبري المتوفى سنة 310 وغيره من الأئمة من زمان جدا، والناس بيفتكروا أن ابن تيمية أول من قسم الكلام ده قبل ابن تيمية. نعم. أنتم السلفيين بتقولوا إن الله في السماء، أليس هذا تجسيدا للذات الإلهية؟ ده ما نحن كسلفين، ده كلام رب العالمين. قال تعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث رقم 537 قال للجارية يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال يا رجل أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها قرت أن الله بالسماء وشهدت له بالنبوة عليه الصلاة والسلام. فده من الدين. الإمام مالك يقول الله في السماء ومعنا بعلمه لا يخفى عليه شيء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول من أنكر أن الله في السماء فقد كفر. والآن أنت في الدعاء بتدعو كيف؟ اي بالفطره الزول عارف الله في السماء. حتى الناس اللي بينكروا الكلام ده اللي بيقولوا الله ما في السماء من الصوفيه وغيرهم لما يريدوا والله يرفع يدينه فوق. شكل ابن خزيمه في كتاب التوحيد والرد على الجهميه جاب اثر عجيب مره واحده، قال في هذا الاثر ان البهائم اذا لم ينزل المطر من السماء ترفع افواهها الى السماء وكانها تستمطر وتدعو ربها. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حكى قصه عن نبي الله سليمان قال ان نبي الله سليمان خرج بقومه ليستسقي بالجنود فمروا على نملة مستلقي على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا سقياك. قال سليمان عليه السلام ارجعوا فلقد سقيتم وكفيتم بدعاء غيركم فنزل المطر كأفواه القرم. فحتى البهائم والحشرات تعلم أن الله في السماء. لكن كلمة في السماء دي ما معناته جوه السماء؟ لأن السماء مخلوقة، مخلوقة. وده اللي بيرد على كلامك يعني، يعني الليلة مشاهد بيحضرنا الآن بيقول لك والله السماء مخلوقة. نعم، عشان كده الخالق في بحاجز مخلوق. نعم، عشان كده ربنا لما قال آمنتم من في السماء وقالت الجارية في الحديث في السماء، الله في السماء، في لغة العرب تأتي أحيانا بمعنى على بنص القرآن. ربنا قال فسيحوا في الأرض، مش خش جوه الواطة يعني ما حتموت لو خشيت. فسيحوا في الارض يعني على ظهر الارض. ففي هنا لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على ظهر جذوع النخل. وقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور. فامشوا في مناكبها يعني على اطراف الارض وعلى ظهرها واطراف الارض. ففي بمعنى على وليس بمعنى شنو يا جماعه؟ معنى جوا. انا سمعت لواحد في الاعلام بيقول لي الله ما بالسماء، ولو قلت الله بالسماء لما السماء تنشق الله بيتلب؟ لأنه ربنا قال إذا السماء انشقت هل الله بيتلب؟ وده كلام خطير جدا في ذات الله سبحانه وتعالى. الذي قال هو في السماء هو الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في السماء يعني على السماء سبحانه وتعالى. أستاذ مزمل أنتوا سلفيين والسلفيين بعيدين من المجتمع، الدين عندكم مرتبط بالتوحيد وبالعقيدة ولا مكان للمعاملات، المعاملات اللي لديكم لا بتعلموا الناس الصلاة لا بتعلموا الناس الطهارة لا بتعلموا الناس الزكاة الصدقة لغيره.
حصروا روحكم في حكاية العقيدة فقط ليه؟ وهذه الليلة يا دكتور اتهامات خطيرة جدا منك. أول حاجة علينا نعلم إنه ما في إسلام لا معاملات لا صلاة لا حج لا زكاة لا غيره بلا أساس. زي البنيان ده عنده أساس، الدين الإسلامي عنده أساس. شكينا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام ببنيان، قال بني الإسلام على خمس وبني على سبيل الاستعارة المكنية، وذكر أول أساس اللي هو الأساس ذات الوحيد، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية قال على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فده الأساس. نحن بندعو الناس أول حاجة للتوحيد والعقيدة، لأنه ما بتصح للزول صلاة بدون توحيد، ما بيصح للزول زكاة ولا صيام ولا حج بدون توحيد. فأنا لما نجي أقول لا راح صلي شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة وكذا وكذا وكذا، وهو مثلا معلق ليه تميمة أو حجاب يشرك بالله، أو بيدعو غير الله، أو بيستغيث بالموتى أو بالأولياء أو بالصالحين، وبقول له صلي كده واركع خلي ظهرك استراد لاين زي ما بيقولوا جماعة، ده ما عنده صلاة إذا كان بيعتقد في غير الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى يوحد الله. فنحن بنركز على التوحيد، ما معناته ما بندعو لغيره. بندرس الصلاة وفقهها، أنا بدرس بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من درس الصيام، من درس فقه الجنائز، الحج غيره غيره غيره، لكن التركيز الأكثر هنا. أما بعدنا من المجتمع، نحن قاعدين جوا المجتمع بنشتغل منابر وأركان نقاش وحلقات علمية في الجامعات، بنشتغل مناظرات في الفضائيات في اليوتيوب في كل مكان، وبنساعد الناس بما نستطيع بما نستطيع، قليل بسيط من جيبنا وإخواننا وشنو، نمشي في فيضانات في غيره في غيره بنساعد. فنحن جوا المجتمع نعم. فلكن المجتمع وسائل الإعلام، أنا برضو هاجمك هجوم شديد جدا، وسائل الإعلام إلا من رحم الله ما قاعد تفتح لنا كسلفيين أبواب على مصراعيها، بينما بتفتح لباقي الطرق صوفية وأخوان مسلمين وغيرهم أكثر مننا. هو كلامك عشان كده نحن بعيدين، أنا قاعدين جوا لكن ما بيفتحوا لنا. كلامك ده بيرد عليهم من خلال استضافتك داخل الاستوديو. أي ما دي كم في المية لكن. أي. لكن أنا ده مشي لأنكم أنتوا في اتهام ملصق بيكم أنكم كرهتوا الناس في الدين. وتكرهكم للناس في الدين في أنكم دائما منفرين للناس من القرب للدين وقرب. والدليل على كده أي سلفي بيطلع منبر بيتكلم عن الجنة وليس النار وليس الجنة، يتكلم عن عذاب القبر، ما في تحبيب أو ترقيب للناس في الدين. لا بالعكس، ربنا قال عن الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا. لا. فالدين فيه ترغيب وترهيب، فالترهيب يكون في محله والترغيب يكون في محله. نحن بنتكلم بالاثنين، لكن نحن حقيقة يعني بيشوفنا أنه بننكر كثير وبندرش كثير. ليه؟ لأنه الباطل كثير والشرك كثير في المجتمع. لكن الباطل لا ممكن نتقرب بالتي هي أحسن. يعني أنا اللي متحببين في الجنة ممكن أكون منجذب لك أكثر من ما تكرهني في أو تنفرني من الأعمال اللي بتمشي النار. لا ما حصل أبدا نفرنا زول من الدين ورغبناه في أعمال النار ونفرناه من الجنة، أبدا ما حصل. لكن الكلام المرات بيشوفه حاردة، ولو من باب المثل، أسمع كلام الببكيك ولا تسمع كلام البضحكك، في كلام حار كثير لكن ده بيقودك للجنة. عشان كده جو ناس للحسن البصري فقالوا يا أبا سعيد إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا تطير. قال والله لأن تجالسوا أقواما يخوفونكم بالله حتى يدرككم الأمن خير لكم من أن تجالسوا أقواما يؤمنونكم حتى يدرككم الخوف. أسمع كلام الببكيك وما تسمع كلام الضحكك. طيب متطلبات العصر يا أستاذ مزمل أنتم بعيدين منها، بمعنى وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقت كثيرة موجودة عند الشباب أو موجودة عند أغلب الناس، أنتم بعيدين منها أو مقصرين في مخاطبة الناس بنمط الحياة اليوم يعني. لا بالعكس، حصروا روحكم في خانة واحدة. بالعكس، الآن عندنا قنوات في اليوتيوب المشاهدين فيها أكثر من 3 مليون وزيادة يعني، وتصلوا بين الناس من جميع الأماكن لحلقات التوحيد والعلم وغيرها والقرآن والسنة موجودة، والناس قاعد تضرب لنا من مختلف أنحاء العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه كل سلف أنصار سنة في تصنيف الناس؟ خطأ. أنصار السنة المحمدية أنصار السنة المحمدية بجميع طوائفها، جناح أبو زيد وجناح المركز العام وجمعية الكتاب والسنة وصافي وغيرها، دي كلها الآن كتنظيمات، يعني ما يعني الأفراد التحت الماء الممكن نعذرهم بجهلهم، ديل باروا سياسة خلاص وسكوا مجالس مقاعد في البرلمان خلاص، وبقوا يكرموا الصوفية، هادوا عن طريقهم الأول.
يعني مثلاً شوف مثلاً دي وثيقة قوية جداً جريدة الإهرام اليوم بتاريخ 5 مارس 2013، قال الهد ده أحد قيادات جماعة أنصار السنة المحمدية البارزين جداً المركز العام وكلهم الآن يتلموا مع بعض مركز الإصلاح وكذا. قال أنا لا أمانع في زيارة القباب والأضرحة مع السواح. كذلك كرموا شيخ الطريقة السمانية وكرموا الصايم ديما داخل مباني المركز العام. حتى شيخ الطريقة السمانية قال وكلام ده في الإعلام ما جبته من رأسي. شيخ الطريقة السمانية قال أنا مبسوط جدا لتكريم جماعة أنصار السنة المحمدية لي أنا، لأنه ده إن دل إنما يدل على وحدة الصف بين جماعة أنصار السنة المحمدية وبين شنو؟ وبين الصوفية. وده إسماعيل عثمان برضو الرئيس بتاع أنصار السنة، قالوا لي ما رأيك في التصوف كمذهب لجريدة التيار العدد بتاريخ 2012 27 ربيع أول 19 الأحد الصفحة 5 بس كلمتين. قال لي ما رأيك في التصوف كمذهب؟ قال ما يدعو إليه التصوف كالزود وتربية النفوس والتزكية. أنا أوجهها عشان الناس كلها تقرأها. ما يدعو إليه التصوف كالزود، أنا عامل له علامة هنا، كالزود وتربية النفوس والتزكية، فهذا موجود في القرآن الكريم. التصوف هو حزمة من الأشياء والتدابير موجودة في الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى تسمية بالتصوف. قام المحرر سأله قال له في الوقت الراهن ظهرت جماعات صوفية ودينية وأحزاب لم تكن موجودة في القرآن. وقال لهم المحرر ده صحيح، لكن الآن هي موجودة ولها برامج وأهداف. نشوف كلام رئيس أنصار السنة. قال الاسم له دلالة الفعل المحمود لا يحتاج إلى اسم آخر. الزهد والتزكية موجودان، والتصوف في الدين موجود في الدين، يعني لا حاجة لمسميات جديدة. والتصوف في الدين ما موجود، لأن ربنا قال هو سماكم المسلمين. ليه ديل صوفية وديل أنصار سنة وديل أنصار مهدي وديل أخوان مسلمين؟ أنا بكون معك صريح جدا، ليه؟ ربنا قال هو سماكم المسلمين، فده كله باطل. والتصوف الآن يدعو إلى عبادة المشايخ. زول يقول أنا البنيت السماء، أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها. ده لو ما حرك في مسلم دواخله دقيقة بس ومشاعره إيمانه يبقى ده ما مسلم. قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. زول يقول مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. ده محمد عثمان المرغني في كتاب فيوض البحور المتلاطمة، أهو ده الكتاب، وده بيبيعوه في المركز العام حقهم في بحر حلة خوجلي. بتقول الكتب دي ما تسوس عليهم، ده ما اتهام ليكم، لأن الكتب دي ذاتها ما كتبون. الكلام ده كلام بعيد جدا من العقل ومن الواقع. نعم خلاص، وانا بعذرك انه ده انت كلام لقيته في المجتمع بتنقله لي، يعني بغض النظر انه هو عقيدتك او ما عقيدتك. نعم الكلام ده بعيد. ليه؟ لانه الكتب دي عندها رقم ايداع اهو دي، وعندها دور طبع، ورغم الايداع وهذه الاشياء والكتب دي عندها قانون سمى المصنفات الادبيه الفنيه في ام درمان غرب الاذاعه والتلفزيون. والزول لو وضع كتاب كذب علي زول انه ده كتابه ما كتابه يعاقب بالقانون. نعم وده عارفه اي زول عاقل واي زول متابع الواقع. فدي كتب. الدليل الثاني ذو كتبهم نحن بنشتريها من مكتباتهم. الدليل الثالث انه ما حصل زول انكر من الصوفيه قال دي ما كتبنا، ما حصل ابدا. زول من الصوفيه قال دي ما كتبنا، ودي كلها قال دي ما كتبنا، ما ممكن. ده كتاب طبعه تحت اشراف الامانه العامه للمجلس القومي للذكر والذاكرين، اسمه سراج السالكين، ودي جهه معترف بها في الدوله في الحكومه هنا عندنا في السودان، جهه مسجله يعني في الحكومه. وفيه كلام عجيب جدا جدا، ابليس ما بقول كلام زي ده. انا بقراه ما معناته نبسطهم يا جماعه، انا بقرا كلامهم هم، لا هقول انا على ابوهم، لا هنبز قبيلتهم، لا هنبز اهلهم، بل بقول هم قالوا. والكتاب ده هم لو ما دارين يقروا ليه طبعوا وزعوا في السوق الصوفيه ذاته؟ نعم. طيب استاذ مزمل انت كده بتنكر فضل الصوفيه في ان هم دخلوا الاسلام السودان، هم اللي مكنوا الاسلام السودان في مناطق كثيره في السودان، ما دخل الاسلام الا عن طريق الصوفيه. ياتوا اسلام يا دكتور. نعم. اذا كان الصوفيه الان في هذا الكتاب الصفحة 114 اسمه سراج السالكين، خلاص، وده المجلس الأعلى للذكر والذاكرين، ما في كلام تاني، يعني دلت صوفية 100%. قال إنه شيخ الطيب البشير ربنا ملك الكون 33 سنة ما نقصت منه جناح بعوضة واحدة. هو ده أقرأ الكلام بنصي. نعم. قال ومنهم الشيخ الطيب بن البشير رضي الله عنه، أنا هنا عمل له خط عشان يصر خطين التحت دي، ومنهم الشيخ الطيب بن البشير رضي الله عنه ربنا ملك الكون 33 سنة لم يضيع فيه جناح بعوضة. والله الكلام ده يا جماعة، شفت الكلام ده؟
أكبر كافر أنا بعرفه في الدنيا دي ما سمعته قال كلام زي ده. هل ربنا ملك الكون؟ الكون ضحك أحد؟ ربنا يسلم لأحد كيف؟ ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ده شغل ربنا. ده قالوا شغله هنا ده مد عثمان المرغني في الصفحة رقم 109 110 111 في كتاب فيوض البحور المتلاطمة. أنا بتمنى أي مستمع يخلي العقيدة بتاعته إنه صوفي ولا تيجاني ولا سماني ولا أنصار سنة ولا أنصار مادي ولا أخو مسلم بعيد. الكلام ده يوزن بالدين في عقله كان قليل ولا بسيط. الصفحة 109 وأنا بقرأ من مصادر وأنا مسؤول من المصادر دي أمام الله أولا ثم أمام أي مخلوق في الوطن. الصفحة 109 110 111 الزول بيقول كلام غريب. قال أرى العرش حقا في جلوسي دائما. العرش بتعلى أرى العرش وده أنا عامل له هنا خط. أرى العرش حقا في جلوسي دائما وما فوقه في كل وقت في كل وقت وساعتي. ولو حل سري في الجبال في الجبال أذابها وصيرها كالعين تجري بسرعتي. ولو أنني ألقيت سري على الحصى لكانت تخاطبني بأحلى مقالتي. مريدي لا تخش من أمر تخافه إذا قلت يا حسن حسن المرغني أتيت بسرعتي. يقول لنا ديني وخلي الله. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير للفافة في نوات التمرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال إلى أن قال اختصارا بس قال وإن كنت في هم وكرب في هم وكرب لاحظ فنادني بيا مرغني أنجيك من كل شدتي. وربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مشى قدام قال كلمة دي قال فالعرش والفرش أو دينا عمل لها خطنا باللون الأزرق. فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. لذلك وهنا قال في 111 السطر الثاني لذاك عاش جميع الكون في كنفي فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإجلالي واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقالدي وأزيالي فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب ولا إشكالي. أنا الجليس أنا الجليس على شنو؟ أنا الجليس على العرش قال هو الله. أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وكون ربنا جالس وما جالس زي أنا ما بتدخل فيها ما عندي فيها دليل لكن كون الصوفي محمد عثمان المرغني قال هو الجليس على العرش بتاع الله ده يدعي الألوهية يا شيخ. أبو جهل وأبو لهب ما قالوا كده. طيب يا أستاذ مزمل كده خلينا من الحد. أنا دارزك من معروف تماما للكل نظرية الشطح. الشطح نعني بيها بعض الحياة تفلت عن الشخص. الكلام ده ما ممكن يخش بقى الشطح. والشطح ده أقربه الإمام ابن تيمية. ابن تيمية ما أقرب الشطح أصلا لكن هم الصوفية بيجيبوا شبهة. أنا أكون أمين معك أديك لا بقول لك نبي الله الخضر. نبي الله الخضر يقول لك عمل حياة غريبة مع موسى عليه السلام وخرج السفينة وقتل الغلام وفعل وفعل. فبيقولوا ده دليل على أن الإنسان يفعل ما يشاء ويطلع من إطار دين الرسل. دي رد عليها في شرح الحديث الذي ورد في البخاري عن نبي الله الخضر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الخضر وموسى في السنة كما ذكرت في القرآن. دي رد على ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري وده أعظم كتاب لشرح صحيح البخاري الورد فيه قصة الخضر. شو ابن حجر قال كلام مختصر ومفيد قال ومن قال الثانية وأنا داير المشاهد ينتبه للكلام ده جيدا. قال ذهب قوم من الزنادقة من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء. الصلاة وصيام وتوحيد ده قال بالعامة والأغبياء. وأما الأولياء والخواص وده بيقولوا الصوفية الليلة في وسائل الإعلام. وأما الأولياء والخواص
فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية، وبنقول كلام الصفية الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على إسرار الكائنات ويعلمون الأحكام والجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. عشان كده يقول لك علم الباطن علم الظاهر. قال ويؤيد الحديث المشهور استفتي قلبك وإن أفتوه. قال القرطبي، وده مالك مالك طيب. قال القرطبي دقيقة عشان المعلومة تتضح، وهذا القول، الناس اللي بيقولوا الشريعة عندها ظاهر وباطن وسر وجهر إلى آخره، والناس تعمل تطلع برا الشريعة والدليل الخضر، قال القرطبي المالكي وهذا القول زندقة وكفر، وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته، ده كلام الله يكتب بماء العيون، وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسل السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس في كل ما جاءوا به وحس على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. بعد ذلك جاب إنه الخضر ليه قتل الغلام وليه خرج السفينة خلاص وليه فعل قال فيستفاد. قال وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، إنه العاقل والدين يقتل شريعته، ودي ما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان والله أعلم. وذكر ليه قد السفينة، لأنه في ملك كان بيأخذ السفينة الجديدة فخرج خرج بسيط عشان يحافظ على كل السفينة، لأنه الخرج ده ممكن يترجع، وده من باب قاعدة كلية في الشريعة، إذا تزاحمت المفاسد يقدم الأدنى من شنو من المفاسد. إنكارك لنظرة السطح يا أستاذ مزمل قد يناقض، أو مشاهدنا الكريم الآن متابعنا هيقول لك في حديث قدسي، أو القصة المعروفة مخاطبة العبد لله تعالى أنت عبدي وأنا ربك، بالتالي ممكن نقيس نفس الحالة اللي توردتها من الكتب إن كانت صحيحة زي ما قلت بها رقم إيداع وغيره، ممكن نخطها في نفس القالب؟ ما ممكن، لأنه الحديث الصحيح ذكرته تفضلها في تبوي دكتور، إنه العبد قال من شدة الفرح، من شدة الفرح اللهم أنت رب أنت عبدي وأنا ربك، النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاه ساكت، قال أخطأ من شدة الفرح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطأوا. ولو فرضنا جدلا إنه ده والله يا أخي أخطأوا من شدة الفرح، الصوفية دول كلهم نحن ردينا عليهم ما أخطأنا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رد على ذلك العبد بقوله عليه الصلاة والسلام أخطأ. نمرة اثنين ده ما شدة فرح ولا 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 إغلاق عقل، لأنه زول كتب كتابه ده قال أنا ملكت الكون 33 سنة الله أداني له، وين هنا من شدة الفرح؟ زول قال كلام أعجب من أي كلام، زول قال كتب كتاب قال جبريله ميكالو عزراؤه إسرافه جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، زول قال أجود على أمي لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي، وفي نسخة ورحمة رب الكون من بعض رحمتي، ده محمد عثمان عبد البرهاني، وده كتاب اسمه شراب الوصل، ودي صورته عشان ما بزول يقول انتو طابعينه، هو ولده الزول ده قال في الصفحة رقم واحد قبل رقم واحد ذاته المقدمة، قال أجود على أمي لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، ومشى قدام قال ادعى الألوهية، قال وآتيت إبراهيم من قبل رشده، ده محمد عثمان عبد البرهان، وآتيت إبراهيم من قبل رشده فما هو إلا فلزتي وعطيتي، والأعطى إبراهيم رشده من قبل منه، ربنا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، الله ده قال هو أحمد عثمان عبد البرهان، مشى قدام، والكلام ده حقائق والله العظيم يا جماعة، إحنا ما نخاف من أي زور إلا من ربنا خلقنا، ودي حقائق لو ما بينت للناس المشكلة إنه ربنا يعمنا بعقاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. رسالة قصة يا أستاذ مزمل لما دار مش لنقطة تانية عشان نستفيد من زمن الحلقة،
انتوا بتحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون باتباعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحبة بالاتباع. عشان كده الفضيل بن عياض قال: هذه الآية آية المحنة. ادعى قوم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فتحب الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعه، لكن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم تمشي ترقص. والرجل بيسموه ذكر، يقول لك بنحب الرسول. زول يدور كده درويش ويقع في الوطن ويزبط، يقول لك غيرك في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ده كله ما دين، وده كله ما عنده علاقة بالدين، بل الهرج والمرج اللي بيعملوا الصوفية ده أصلا هو دين النصارى، زي ما جاء في الإنجيل المزمور رقم 150: هللويا، سبحوا الله في قدسي، سبحوا الله على كثرة عظمتي، سبحوا الله بأوتار وعود، سبحوا الله بدف ورقص، سبحوا الله بمزمار، هللويا، سبحوا الله في كل وقته. فده دين النصارى، لكن دين المسلمين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. طيب أنا لأنه زمن الحلقة ماشي دار ذلك، أنتوا السلفيين ما متفقين ليه؟ نحن ما عملوا ما متفقين. السلفيين مجموعة السلفية أو السلفية ككل ما جسد واحد؟ لا لا، إذا بتقصد يا أنصار السنة بشقيها والإخوان المسلمين والسرورية، الناس بيقولوا ده سلفيين، حزب النور بتاع مصر ذاك، ديل ما سلفيين يا شيخنا أبدا. عرفت كلامي؟ السلفية بيناها قبل، الكتاب والسنة فهم السلف، والتركيز على التوحيد، لأن الرسل ركزوا على التوحيد ومحاربة الشرك، دي السلفية. أما الناس اللي انشغلوا بسياسة وهدفهم مقاعد في البرلمان من أنصار السنة هنا وهناك أو غيرهم، الأخوان المسلمين أو غيرهم، دي ما السلفية أبدا، ما عندها علاقة بالسلفية. السلفية يعني واحدة، هي منهج الكتاب والسنة وليست حزبا، إنما هي دين ومنهج. يعني في رأيك الجماعة دي كلها ما سلفية؟ ما سلفية، مش في رأيي، ده الحقيقة. واي زول فيهم داري غالتنا جي غالتنا ناظرين، احنا مستعدين، عنده الرأي فيك اي ما في مشكلة، لكن رأيهم ده حق ولا باطل؟ يعني شايفين انت ما تذكره ليس من السلفية؟ لا لا، انا بذكر بوثائق وبأدلة، ما تكلمت في شخص الا بدليل، الا بدليل. قلت ده كتاب محمد عثمان عبد البرهاني، والمشاهد مشاهدين شاهدين. قلت ده كتاب محمد عثمان المرغني، ده كتاب سراج السالكين، عرفت كلامي؟ ده كتاب فلان، ده كتاب علان، كل الكتب انا ذكرتها في كتابنا. ده للبرعي، الشيخ عبد الرحيم البرعي. بس دقيقة تتم للكلام، اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، ودي الفاتورة بتاعته، أنا مشتريه ودي فاتورته موجودة الآن. نعم، حنديك الفرصة، بس عندنا فاصل إعلاني قصير ونرجع عليكم من جديد مشاهدينا الكرام. كيف؟ مرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد الدعوة إلى الله بين الترقيب والترهيب، في ضيافتنا الأستاذ مزمل فقيه. أستاذ مزمل، تعالى نمشي لمحور وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر الدعوة. قبل ما نمشي في نقطة مهمة جدا، يمكن الفاصل يقطعنا. نعم، هو بس لأنه أنت عارف زمن البرنامج، احنا عندنا محاور لازم أقل من دقيقة. لا أنا وادي دقيقة، لا ثانية. كويس، ده كتاب البرعي. نعم، البرعي في الكتاب ده يقول، خلاص في الكتاب ده يقول، وده كتابه الثاني. نعم، يقول إنه غير ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلق. في صفحة 41 من كتاب ليك سلام مني، قال له: سلم يا ولد، القلب البيت ولد. طبعا في ناس بيقول لهم انتم ما فاهمين، دي لغه عربيه عاليه. قام البرعي شرح الكلام بمختصر مفيد، مختصر غير مفيد. قال: اورد هذه الكرامه صاحب الازاهير، الا انه نسب الى الشيخ يعقوب بن احمد الصليحابي، تلميذ الشيخ احمد الطيب، حيث قال: كان للشيخ يعقوب، شوف الكلام ده ممكن عقلي يصدقه، عقلي طفل ما يصدقه، كان للشيخ يعقوب تلميذ وله 6 بنات، فشكوا له يوما عدم الولد الذكر، فامره الشيخ أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر عليها يده، ده الشيخ ذاته، تاليا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب. قال البرعي: فقلبت الفتاة ذكرا من حينها، وقد عاش ذلك الولد نحو من 55 عاما، وخلف بعده ولدا يدعى بورد. قال البرعي: وهذه الكرامة مشهورة أوضح من نار على علم، ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها. ربنا قال: فطرة الله. نعم، التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الله خلق بده يقلب ولد، والبرع يقول الكلام ده: لولا وقوفي على صحتها لما سطرتها، ويجي يقول
منهم خفي الحال، منهم مجاهر عن أولياء الصوفية بتاعينه، منهم عليم بالغيب كلامك ده باطن وظاهر. نعم. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض. نعم. الغيب إلا الله. نعم. طيب أستاذ مزمن، أنا هرجع تاني أقول لك مبررات قد وردت في صفحتنا، نحن هنصارت برضو مشاركات الفيسبوك، لكن جل المداخلات انه دي وارده في نظريه الشطح زي ما قبل تكلمنا عنه، ما در نرجع على الشطح. نحن قاعدين نتكلم ابدا ليه الشطح دليله شنو؟ نعم. ورسول انه نعم ما في خلينا نشيل ربنا قال ولا دقيقه وربنا قال ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. بينات يعني واضحات. القران ما فيه شطح ابدا، خلاص القران محكم ما فيه شطح. زول يشطح يقول انا الله، لما يقبضوا يقول شطحته. نعم. طيب ما يزول يقول شطحته. انا قاعد امشي. الزول السجر يقول شطحته. نعم. الزول الزنا يقول شطحته. نعم. زول يقول انا الواحد الفرد الكبير بذاته. نعم. انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن كما يعرفون طريقتي. نعم. ده كتاب القادريه. انتوا عندكم الراي. فكيف زول يقول انا الواحد الفرد الكبير يعني انا الله. نعم. ولما نمسك ويقول شطحته. طيب شطحته ليه كتبت كتاب والناس اتبعوا شطحوا؟ نعم. والدار النشر نشرته شطحت. طيب. وناصر رمى الإيداع شطحوا. انا خليني ازلك من سؤال ثاني. نعم. مستغل وجودك. اولياء الله صالحين وانهم طلب الدعاء منهم ورد في السنه في القصه المشهوره بتاعت ويس القرني لما جاء من اليمن سيدنا عمر طلب منه الدعوه ندعي له. فانت انكارك او انكاركم كسلفيين لاولياء الله صالحين وطلب الدعاء منهم مردكم في شنو؟ والله يا سيرتك جميله وانا بتمنى حتى الطرق الصوفيه، نحن ما عندنا معهم مشكله ماديه او دنيويه، مشكلتنا معهم في دين. اتمنى انه يكونوا جريئين زيك ويجوا يناظرونا. وانا من منبرك بدعوهم كلهم للحوار والمناظره المفتوحه. واخص بالذكر زول الملا الاعلام محمد المنتصر الازيري. ايوه. اللي بيقول غير الله بيخلق في الاعلام. طيب نحن هل ممكن غير الله يخلق؟ انت دايرك ترد لي في حكايه الاولياء الله الصالحين. فاولياء الله الصالحين ثابتين. ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن منو؟ الله قال الذين امنوا وكانوا يتقون. ما بيلبس اخدر مرقع او يقول لك انا جانا الخليفه خليفه ودى الشيخ شيخ. لا، انما الذين امنوا وكانوا يتقون. اما ويس القرني رحمه الله تعالى ده اصلا النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابه انه او عمر بن الخطاب وصى كما روي صح في الاثر انه يدعو لهم يدعو له والبلقاء يدعو له دعوة مستجابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن بنقول ممكن تقول لي أخوك أدعو لي الله، لكن تخلي الله وتدعو أخوك ده لما يموت بزعم إنه ده ولي صالح، خلاص زي ما قال البرع إن أبا خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل في كتاب ديوان رياض الجنة الصفحة 119 السطر الأول، ده شرك بالله. لأن ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نحاول نصار مشاركة الفيسبوك. أبو قدامة يقول لك اتساءل كثير من شعب الإسلام عن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية. لا يجوز. والجهادية. لا يجوز. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. أما ما تسمى بالجماعات الجهادية دي جماعات تكفيرية، وفي الإسلام يسموا بالخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ابن ماجه بالسنن الخوارج كلاب النار. قال يقرؤون القرآن ولئن أنا أدركتم لا أقتلنهم قتل هود وعاد وإرم في رواية. طيب هو بقول هذه الفتاوي وردت لابن باز والألباني إنه أجازوا عندهم فتاوي تجيز الجماعات، وورد في الصفحة بتاعتنا إنه فتوى من الشيخ عبد العزيز ابن باز عن قيام جمعية الكتاب والسنة الخيرية في القدر. هم ما أجازوا الجماعات، يعني السائل ده إما ما أمين أو ما فقه المسألة، يعني أنا حسين بيوظل ما فقه المسألة. قال جوزوا الجماعات الألباني وبن باز وجاء فتوى لقيام ما تسمى بالجمعية الكتاب والسنة الخيرية. طيب جوز لهم جماعة واحدة لأنه الفتوى أنا قريتها، لأنه قال لهم ندعو للتوحيد والسنة ونحارب الشرك والبدعة، والآن الكلام ده هم ذاتهم خالفوا. شيخ بن باز مات ما يعلم الغيب، جوز لهم لكن قال لهم بدون حزبية. أنا بدون شنو؟ نعم. حزبية. نعم. فأداهم ضابط هم ما انضبطوا به. طيب أنا في دقيقة دار التوجيز لي، هل نحن ممكن نصل لمجتمع لا توجد فيه جماعات؟ يعني تعريف الإسلام أنا مسلم فقط، هل ممكن نصل للمجتمع ده؟ تصل إذا حكمنا الكتاب والسنة بأساسهما اللي هو توحيد الله. وده الكلام أنا عارف التوحيد حار، لكن والله ده اللي بيصلح الأمة. نعم. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فنحن ما عندنا مشكله شخصيه مع الناس دي يا جماعه. نعم. نحن دارين الناس تصلح. نعم. فلو ما ذكرنا الحقائق
اللي هم ما خرج لا من هم نشروها ونحن بدنا مساحه الكامله. نعم نعم نعم. فلو ما لو ما ذكرنا الحقائق دي المجتمع ده ما بيصلح. نعم. والبلد دي ما بتصلح. نعم. الا الناس ترجع وتتوب الى الله عز وجل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم. استاذ مزمل انا شاكر لك لحضورك معنا في الاستوديو، وانا بقول للجميع مساحه البعد الاخر هو مساحه متروكه للراي والراي الاخر، اختلفنا واتفقنا، خلونا نرجع مسلمين في النهايه، ونحكم بان الاسلام الوسطي، انه نحن الدين قوي، خلونا نرجع للدين وصل الدين. انا بعتذر لكل اللي شاركوا معنا في صفحتنا في الفيسبوك، للاسف زمن البرامج ما سمح، والمحاور كانت قدامنا كثيره ما قدرنا نستعرض كل المشاركات الموجوده في صفحتنا في الفيسبوك. بدعو الجميع لمشاركتنا في طرح مواضيع للحلقات القادمه والضيوف اللي حيجونا، او انتم حابين انه يسهروا معنا في البعد الاخر. بذكر برضو ان شاء الله من الاسبوع القادم حيكون مبادره البعد الاخر للدواء للجميع، هي حتكون موجوده معنا ان شاء الله في الحلقه القادمه، وان شاء الله مستهدفين زي ما قلنا قبل كده 500 مريض شهريا نقدم له الدعم بالتعاون مع هيئه الامدادات الطبيه، وحتكون مبادره ان شاء الله متواصله ومستمره. حنحاول نصل للهدف المستهدفينه في المرحله الثانيه اللي هو 1000 حاله شهريا، نوفر لها الدواء كامل باذن الله. مبادرتنا برضو مع اخواننا في ديوان الزكاة دعم المرضى الفقراء ان شاء الله برضو حتكون موجوده معنا هي في الترتيبات الجاريه ان شاء الله، لانها تكون موجوده، وحطلع عليكم من خلال هذا البرنامج البعد الاخر مشاركه مجتمعيه فعلة. اتمنى من كل الشباب من كل المجموعات الخيريه والشبابيه تنضم لنا في مبادراتنا دي. الحلقه الجايه ان شاء الله حلقه حتكون برضو متفرده ومختلفه، نحاول نقدم فيها الجديد والمفيد. اتمنى تفاعلكم معنا من خلال صفحتنا في الفيسبوك. بجدد شكري للضيف من داخل الاستوديو الاستاذ مزمل فقيري. استاذ مزمل شكرا لك، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم اجمعين. والله ما قصدنا يعني ننتقم لشخصنا، انما لدين الله تبارك وتعالى، وجاهزين لمناظره اي انسان، محاوره اي انسان، حوار علمي من الكتاب والسنه وخصب الذكر محمد المنتصر الازيرق. ليه؟ لانه هو بيدعو الى مناظرات وسائل الاعلام. نحن بنقول انه دي كانت ساحتنا للدعوه الى الله ترقيبا وليس ترهيبا. بنفتكر انه الاعلام لازم يساهم في تقريبا الفجوه الكبيره، ونكون كلنا مسلمين، نرجع للمجتمع اللي بحكمنا فيه دين الله الاسلام، وليس شيء غير الاسلام، تضبط كل جماعه، تضبط كل فئه، نخلي الدين هو القائم. حلقه جديده ان شاء الله من البعد الاخر في الاسبوع القادم. هذه تحياتي وفريق العمل، شاكر لكم متابعتكم، في امان الله.